اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. في فيديو النهاردة هنشتغل بالكروشيه على توكة استك. هجيب اي توكة استك عادية واي باقي خيوط عندنا، مش شرط نوع خيط معين، اي خيط عندنا، ولو رفيع او تخين تستخدمي الابرة المناسبة معاه. انا عندي خيط رفيع، هستخدم معاه إبرة مقاس 3. هبتدي واشتغل عقدة البداية. هدخل جوه الإبرة بالحلقة جوه التوكة بالإبرة واسحب عقدة البداية. هشتغل 3 سلسلة، هيكونوا معايا دولي ارتفاع غرزة العمود بلفة. بعد كده هثبت ازود عليهم 4 سلسلة فراغ. 1 2 3 4. هلف الخيط على الابرة وهدخل جوه التوكة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل برضو 4 سلسلة. 1 2 3 4. انا واخده الخيط معايا تحت الشغل وهدخل برضو جوه التوكة وهشتغل فيها 4 غرزة عمود بلفة وهشتغل 4 سلسلة وهشتغل جوه التوكة غرزة عمود بلفة. وبفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل 4 سلسلة، بشتغل جوه التوكة غرزة عمود بلفة. طبعا انا بضم الخيط على بعضه عشان التوكة ما تبانش معايا من تحت بالشكل ده كده. هشتغل كمان 4 سلسلة وهدخل جوه التوكة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. برتفع 4 سلسلة وبشتغل جوه التوكة غرزة عمود بلفة. ارتفع 4 سلسلة وهشتغل جوه التوكة هنا غرزة عمود بلفة. بفضل ماشية بنفس الطريقة ان انا بشتغل 4 سلسلة وبدخل جوه التوكة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وكل ما بشتغل بضم التوكة على بعضيها اكتر تكون معايا بالشكل ده كده. هكمل بنفس الطريقة ان انا برتفع 4 سلسلة فراغ، 4، وبشتغل جوه الدايرة غرزة عمود بلفة اللي هي جوه التوكة، بشتغل جواها غرزة عمود بلفة. وبفضل مكملة بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني اقول لكم هنقفلها ازاي وندخل الخيوط في الشغل من ورا ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة ان انا حشيت التوكة كلها بالخيط، ان انا كنت بشتغل غرزة عمود بلفة 4 سلسلة غرزة عمود بلفة جوه التوكة، ثم كررتها وضميت الخيط على بعض بقت معايا بالشكل ده كده. دلوقتي وصلت لنهاية الدور،
فعندي الثلاث سلاسل الارتفاع اللي كنت ارتفعتهم في الاول، هعد السلسلة 2 وهدخل في السلسلة الثالثة وهشتغل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهقص الخيط الزيادة. بقت معايا اهي بالشكل ده كده، توكة جميلة وشكلها بسيطة مش بتاخد وقت كتير. هدخل الخيط الزيادة ده في الشغل من ورا، ادخله عشوائي بس ندخله من جوه علشان ما يبانش. هقص الخيط كده، خلصت التوكة بقت معايا بالشكل ده كده. في حاجة ان انت لو حابة تكبري الفراغات دي اكبر من كده، بدل ما بتشتغلي فراغ 4 سلسلة ممكن تشتغلي فراغ 8 سلسلة، برضو غرزة عمود في لفة، 8 سلسلة غرزة عمود بلفة، وتكبري حجم التوكة. بقت معانا توكة سهلة وبسيطة، في نص ساعة بتعمليها وما بتاخدش خيط كتير. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.